309 في شبه المنحرف، في عنا تحت شوية خواص جميلة في شبه المنحرف. إذا وصلنا بين منتصفي الضلعين المائلتين راح يتشكل معي شيء اسمه القاعدة الوسطى. هاي لأنه شبه المنحرف ما له قاعدة واحدة، له قاعدتين. متوازي الأضلاع نحسن نقول إنه له قاعدة واحدة، ليش؟ لأنه التنتين متساويتين، الضلعين متقابلتين متساويتين. فإذا قلت قاعدة ما راح تفرق. أما في شبه المنحرف في قاعدة صغرى وقاعدة كبرى. ما بالضرورة دائما تكون الصغرى فوق والكبرى تحت. انتبهوا، لأنه أكيد راح يجيكم سؤال مفتول أو هيك على جنب. ففي عندنا شيء اسمه قاعدة وسطى، هلا هي راح تلزمنا بالمساحة. القاعدة الوسطى هي المتوسط الحسابي للقاعدتين. طول القاعدة الوسطى هو المتوسط الحسابي للقاعدتين، يعني مجموعة تقسيم 2. مجموعة شو؟ القاعدتين. طول القاعدة الوسطى يساوي مجموع القاعدتين على 2. الخاصة الثانية، إذا رسمنا القطرين ونحن رسمين أصلا القاعدة الوسطى، راح يتشكل معي هون جزء صغير هاد اللي رمزنا له x بيساوي فرق القاعدتين على 2. كمان شايفين مثلث ABD؟ E M شو هي بالنسبة له؟ هي قطعة تصل بين منتصفي ضلعين في مثلث توازي الثالث وتساوي نصه. ايه نسينا نقول هون انه هاي كمان راح تصير موازية لكل من القاعدتين. ونفس الشيء بالمثلث ABC، القطعة NF صار تصل بين منتصفي ضلعين في مثلث توازي الثالث وتساوي نصه. AM M منتصف القطعة DB و N منتصف AC منتصفات. هذا قانون مساحة المعين، مساحة شبه المنحرف، مساحة شبه المنحرف تساوي القاعدة الوسطى ضرب الارتفاع. الارتفاع في عندي احتمالين لرسم الارتفاع، اما برسمه من هون او من هون، هاد نفسه هاد او هاد، بس مو هاد. تمام، متوازي اضلاع معلش منين ما كان بصير. هون في عندي بس بده ينزل حصرا على القاعده. هاي A زائد B على 2 ليك هو القاعدة الوسطى. هون ما رسمنا، عامل لك مجموع القاعدتين على 2، يعني نفس المفعول. سؤال أول، اتنين x بيساوي x زائد x زائد 8 على 2.
2 اكس بتساوي اكس زائد 4، يعني اكس بتساوي 4. السؤال الثاني، إذا R L 2 معناتها E F 2 وكمان ال Y بتساوي 2 ضرب 2 وال X بتساوي 10 ناقص 4 على 2 6 على 2 3. السؤال الثالث، هاد اكس معناتها ال اف كمان اكس وال 2 اكس بيساوي 6. ابراهيم وين احنا؟ هنيك يلا. واي بيساوي 14 ناقص 6 على 2 8 على 2 4. سؤال أول يمين، سؤال أول يمين يلا بدي المساحة ADE 10 6 8 لأنه قائم شهير، هذا هو الارتفاع. طيب المساحة بتساوي 6 و 5، بدي أحسب القاعدة الوسطى، 3 زائد 6 زائد 5 على 2، هاي القاعدة الوسطى سميناها X. 5 و 6 11 و 3 14 على 2 7، فصارت المساحة 7 في 8. السؤال الثاني، EF EF 4 AH هذا ما بده شيء، يعني هاي القاعدة الوسطى معطات والارتفاع معطى. السؤال الثالث، وين القاعدة؟ وين الارتفاع؟ وين الدنيا؟ 13 هلا بحسب لكم انا القاعدة الوسطى وانتم تحسبوا الارتفاع. القاعدة الوسطى 13 زائد 26 على 2. شو ما في؟ شو اللي ما في؟ ما ضروري ترسمي اياه. ما في نطلع المساحة بدون هذا القانون. 47 على 2. 47 على 2. 24. 39 حجي. 39. شكرا. ايه نرسم هذا الموازي. بتصير هاي 13، طبعا هذا اصلا موازي. وهاي 5 هلا. وهاي بتضل 13. هاد صار 90. هلا ما راح تلزمنا نرسم ارتفاع، لا راح تلزمنا. هذا الارتفاع هو ارتفاع في المثلث وهو ارتفاع في شبه المنحرف، شلون بنحسبه؟ 12 ضرب 5 على 13. ستين على 13. هلا المساحة القاعدة طلعت 39 على 2 ضرب الارتفاع طلع 60 على 13. 13 39 في بيناتهم اختصار، هذا 3 1، فصار الناتج 6 180 على 2 90.